بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا اللهم بما علمتنا، وزدنا اللهم علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم آمين. وبعد، أيها الأفاضل، انتهينا في الأسبوع الماضي بفضل الله تعالى من الباب السادس عشر، والذي كان في ماذا؟ في الشفاعة. ونبدأ اليوم تبارك وتعالى بإذن الله في الباب الذي بعده، الباب السابع عشر. Last week, الحمد لله, we finished the 16th door that had to do with الشفاعة, intercession. We spent 3 weeks in الشفاعة. Today, بإذن الله تعالى, moving on, something that has to do with الشفاعة, as we will see بإذن الله تعالى, the 17th door. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، قال: قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال: وفي الصحيح عن ابن المسيب رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. الآية. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. طيب، he mentioned رحمه الله تعالى the 17th door. Started off رحمه الله by the ayah in سورة القصص number 56. قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. That indeed, verily, you do not guide those whom you love. Rather, the guidance is within the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. He guides whom He wills, and He is the all-knower of those who are guided. And the ayah is number 56 in Surah Al-Qasas. Then he mentioned the hadith that is agreed upon under the authority of Ibn al-Musayyib rahimahullah. He said his father, radiyallahu ta'ala anhu, said, when Abu Talib was in his final illness and he was on his deathbed, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, or rather the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, came to him, and there was Abdullah bin Abi Umayyah and Abu Jahl next to him. He said to him, oh my uncle, say la ilaha illallah, a word that I will seek intercession for you before Allah subhanahu wa ta'ala. They both said to him, do you leave the religion of Abd al-Muttalib, meaning the religion of the forefathers? The Prophet sallallahu alayhi wa sallam repeated, asking him to say la ilaha illallah, and they repeated as well, reminding him of the religion of the forefathers. And the last thing he said, Abu Talib, that he was upon the religion of Abd al-Muttalib, and he refused to say la ilaha illallah. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I will seek forgiveness for you as long as I am not forbidden from doing so. And then Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayah in Surah At-Tawbah, ayah number 113, ما كان للنبي والذين آمنوا ويستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. And Allah tabarak wa ta'ala revealed in Abu Talib the ayah number 56 in Surah Al-Qasas that we just mentioned. طيب يا إخوة، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب كطريقته يا إخوة دائما، يبدأ في الآيات، ثم يبدأ في الأحاديث النبوية، ثم يبدأ أحيانا بكلام الصحابة الكرام، كلام التابعين، كلام الأئمة الكبار، كلام سلف الأمة. بدأ في قول الله. إن شاء الله we will when we get to it بإذن الله. إن شاء الله، جزاك الله خير. قول الله تبارك وتعالى يا إخوة بدأ في الآية هذه التي في سورة القصص، آية 5 أو 56. قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
هذه الآية يا إخوة سبب نزولها كما ذكر في آخر الباب موت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية سبب نزولها هو موت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي يا إخوة في نهاية الباب ما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في الحديث. He started off رحمه الله تعالى by mentioning the ayah in Surah Al-Qasas, ayah number 56. Allah subhanahu wa ta'ala says what means and what translates. Verily, you do not guide those whom you love. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala guides whom He wills, and He is the all-knower of those who are guided. The ayah is number 56 in Surah Al-Qasas. This ayah, ikhwa, was revealed. The purpose of the revelation was the death of Abi Talib, who is the uncle of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. يا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام بداية كان له كم من الأعمام؟ How many uncles did the Prophet صلى الله عليه وسلم have? عشر. كم أدركوا منهم البعثة والرسالة؟ كم واحد أدرك البعثة؟ How many of those ten? He had ten صلى الله عليه وسلم. How many of them يا إخوة witnessed his prophecy صلى الله عليه وسلم؟ How many? أربعة. ستة ماتوا في الجاهلية على الكفر ودين الآباء. أربعة ماتوا أو أربعة حضروا نبوته وعاشوا في نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم. So six died during the time of Jahiliyyah, the pre-Islamic period of ignorance, and four actually witnessed his prophecy صلى الله عليه وسلم and his da'wah. Out of the four, يا إخوة, two followed him صلى الله عليه وسلم, believed and became Sahaba, and two died upon kufr. The two who died upon kufr, يا إخوة, are Abu Talib. Abu Talib, right here. The father of the chief of believers, Ali, رضي الله عنه وأرضاه. Abu Talib. Abu Lahab. And Abu Lahab. The other uncle, Abu Lahab, died upon kufr as well. Allah Tabarak wa Ta'ala revealed the whole surah in Abu Lahab. The two who embraced Islam, ya ikhwa, obviously are Hamza, radiallahu anhu, the martyr of the day Uhud, radiallahu anhu, shaheed bin shuhada Uhud, radiallahu anhu, arda Hamza, radiallahu anhu, wa al-akhar, Al-Abbas, radiallahu ta'ala anhu, arda. So Al-Abbas and Hamza, may Allah be pleased with them, embraced Islam, and Abu Lahab and Abu Talib died upon kufr. And Abu Talib is the father of the chief of believers, Ali radiallahu ta'ala anhu wa arda. طيب يا إخوة الآية هذه قال الله تبارك وتعالى إنك لا تهدي من أحببت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الدمشقي يقول تعالى لنبيه لرسوله إنك يا محمد لا تهدي من أحببت، أي ليس ذلك، ليس إليك ذلك، إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، كما قال ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الله تبارك وتعالى in this ayah is speaking to the messenger صلى الله عليه وسلم that oh يا محمد صلى الله عليه وسلم you do not guide those whom you love. And as we will see إخوة, the Prophet صلى الله عليه وسلم loved his uncle a lot. أبو طالب إخوة defended the Prophet صلى الله عليه وسلم in Mecca when Quraysh wanted to kill him, when they claimed he was mad and insane صلى الله عليه وسلم. He was moving from a tribe to another, informing them that he is my nephew, stay away from him. They wanted to kill him صلى الله عليه وسلم. He came with Tawheed, which is against the religion of the forefathers. So the Prophet صلى الله عليه وسلم loved him. He was one of the main people who raised him. And when he gave da'wah, he protected him. Now Abu Talib, ya ikhwa, in his heart he knew he was the messenger, sallallahu alayhi wa sallam. He said two lines of poetry were very famous. Very famous, two lines of poetry, Abu Talib. What mean that I know that my nephew is upon guidance and is a prophet sent by Allah.
But if it wasn't for the shame and disgrace of the tribe and the Arab, I would have followed him. The Prophet ﷺ really wanted him to embrace Islam. And this shows the da'wah that he was upon ﷺ. He strove very hard ﷺ to guide people. So much so that he wanted all of Mecca to be upon Tawheed and to be upon Islam. الآن يا إخوة الهداية هذا أمر مهم انتبهوا بارك الله فيكم انتبهوا هذا الكلام الآن سأقوله مهم جدا. الهداية يا إخوة تنقسم إلى قسمين. هداية بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، يسميها العلماء هداية ماذا؟ التوفيق والقبول، هذه من الله تعالى مثل التي في الآية ولكن الله يهدي من يشاء. هذا التوفيق من الله، يقذف في قلب العبد الإيمان والتوحيد ويخرج منه الكفر والضلال. عرفتم؟ أول نوع من أنواع الهداية هداية التوفيق والقبول، هذه من الله وحده، يقذف في قلب العبد الإيمان والإسلام والتوحيد ويخرج منه الضلال والشرك والكفر. النوع الثاني يا إخوة من أنواع التوحيد نوع ماذا؟ نوع الهداية، إرشاد، إرشاد، هداية، دلالة، هداية دلالة وإرشاد. هذه فيها ماذا؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هداية ماذا؟ إرشاد ودلالة. هذه التي نقوم بها، هذه الدعوة التي نحن نقوم بها، ندعو الناس، نبين لهم التوحيد، نحذر من الشرك، ندعو إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاءت به الرسل. هذه هداية، إيش اسمها يا إخوة؟ هداية إرشاد ودلالة. هذه المخلوق قد يوفقه الله تبارك وتعالى لها. أما الهداية الأولى يا إخوة، هذا كلام مهم جدا، هداية توفيق وقبول، هذه من الله تبارك وتعالى. تجد أنت الإنسان يا إخوة تدعوه، جارك ممكن كافر 10 سنوات، تدعوه إلى التوحيد، تدعوه إلى الإسلام، تدعوه إلى توحيد الله تبارك وتعالى. يا رجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كيف عيسى هو الله وابن الله وهو وروح القدس كلهم الله؟ كيف هذا الكلام؟ وتجلس 10 سنوات تدعو هذا الجار إلى الإسلام ثم يموت على دينه، لماذا؟ ما كتب الله تعالى له الهداية. واضح يا إخوة الكلام هذا؟ إذا مش واضح نعيده يا إخوة، هذا كلام مهم جدا. الهداية نوعين، لنعين القول الله تبارك وتعالى في الآية الأخرى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه الهداية التي المخلوق العبد يوفق الله تعالى لها، يستطيع يقوم بالدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، دعوة إلى الإسلام. أما النوع الأول التي في هذه الآية هداية توفيق من الله تعالى، هو الله يبث هذا، يقذف هذا الإيمان في قلب هذا الإنسان ويخرج ما في قلبه من الكفر والشرك. يا إخوة الله تبارك وتعالى in this آية as we mentioned speaking to the messenger صلى الله عليه وسلم that verily you do not guide those whom you love, rather Allah subhanahu wa ta'ala guides whom he wills. There are two types of hidayah, of guidance, ikhwa. This is very important. There are two types of hidayah. The first hidayah, the first guidance, is from Allah subhanahu wa ta'ala exclusively. It is called hidayat al-tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who guides him. He blesses him subhanahu wa ta'ala. He guides him to tawheed and to Islam. And drives him away from kufr and shirk. This is exclusively to Allah subhanahu wa ta'ala. This is what the ayah is about. There's a second type of hidayah, of guidance. The hidayah, the guidance, that is through the prophets, the messengers, the students of knowledge, the scholars, by offering al-amr bil-ma'roof wa nahi al-munkar, calling to tawheed, warning of shirk,
clarifying the deen of Allah subhanahu wa ta'ala, calling to what the messengers and the prophets alayhim as-salatu was-salam came with. This is the second type of hidayah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala said about the second type, وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ. Indeed, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you guide to the straight path. Indeed, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, you guide to the straight path. This is the path that comes through calling people to tawheed, الأمر بالمعروف, نهي عن المنكر. But the first type that is in this ayah, the one that is the ayah is about it, is exclusively to Allah subhanahu wa ta'ala, called hidayat al-tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala bestows upon this person his hidayah and his guidance. طيب يا إخوة. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد هذه الآية قال وفي الصحيح. وفي الحقيقة هذا الحديث في الصحيحين عند الإمام البخاري والإمام مسلم. قال عن ابن المسيب عن أبيه. ابن المسيب هذا يا إخوة اسمه ماذا؟ سعيد. سعيد ابن المسيب ابن حزم مخزومي قرشي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. هذا سعيد بن المسيب يا إخوة قال عنه ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره سيد التابعين, وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في زمن التابعين, ويكاد يكون أكبر التابعين علما, أكبر التابعين علما. درس على ابن عباس أبو هريرة وصحابة كثر رضي الله عنهم أجمعين. He mentioned after the ayah, he said the hadith in al-sahih, we said this hadith is agreed upon, collected by al-Bukhari and Muslim, under the authority of Ibn al-Musayyib. He narrated on the behalf of his father. Ibn al-Musayyib, his name is Sa'id Ibn al-Musayyib Ibn Hazm. He is from the tribe of Makhzum from Quraysh. The tribe of Makhzum from Quraysh. This man, Sa'id ibn al-Musayyib, was one of the greatest scholars of Islam. One of the greatest scholars of Islam from the Tabi'een. From the Tabi'een, the students of the Sahaba. The Tabi'een, the students of the Sahaba. We mentioned the statement of Ibn Kathir al-Dimashqi, rahimahullah. He said that Sa'id ibn al-Musayyib is the master of the Tabi'een, Sayyid al-Tabi'een. And it was mentioned that he was the most knowledgeable, period. The most knowledgeable. And he, rahimahullah ta'ala, died in his late 80s. So he lived long. He studied under Ibn Abbas, studied under Abi Huraira, studied under many of the Sahaba. May Allah be pleased with all of them. Sa'id ibn al-Musayyib, rahimahullah ta'ala, he said, my father said, and his father, ya ikhwa, al-Musayyib ibn Hazm, makhzumi Qurashi, sahabi jaleel, radiyallahu anhu arda, توفي في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يروي المسيب رضي الله عنه يا إخوة يروي هذه القصة التي في الصحيحين كما أسلفنا. المسيب رضي الله عنه ذي الصحابي, he died during the Khilafah of the chief of believers عثمان رضي الله عنه. He said لما حضرت أبا طالب الوفاة. طبعا يا إخوة سعيد بن المسيب ابن حزم المسيب قلنا صحابي جليل رضي الله عنه, توفي في زمن أمير المؤمنين عثمان, وجده يا إخوة حزم رضي الله عنه أرضاه كذلك صحابي جليل, توفي أو استشهد في معركة اليمامة. معركة اليمامة كانت في ماذا يا إخوة؟ في زمن أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر, في قتال من؟ مسيلمة الكذاب. في قتال من؟ مسيلمة الكذاب. His grandfather Hazm رضي الله عنه was a companion as well. He was a martyr in the battle of Al-Yamama, which was during the Khilafah of Abi Bakr رضي الله عنه أرضاه. They fought مسيلمة الكذاب. They fought مسيلمة الكذاب رضي الله عنه وأرضاه. قال المسيب الصحابي المسيب رضي الله عنه المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة. لما حضرت الوفاة معنى ماذا يا إخوة؟ بدأت علامات الوفاة, مقدمات الوفاة, أشرف على الموت أبا طالب. He said رضي الله عنه that when أبو طالب
The uncle of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was in his final illness, was showing signs of death. He was on his deathbed. جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. He came to him صلى الله عليه وسلم, and next to his uncle Abu Talib was عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل لعنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الحريص على الأمة الحريص على الناس جاء يدعو عمه, وهذا فيه بيان حرصه صلى الله عليه وسلم على الدعوة وعدم اليأس ودعوة الجميع إلى الهداية. This shows what he was upon صلى الله عليه وسلم, calling everyone to توحيد, concerned about the whole ummah. When he was showing signs of death, he came to him صلى الله عليه وسلم. عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل. الظاهر يا إخوة وكأنه المسيب رضي الله عنه كان ذهب معهم. هذا الظاهر من الحديث والله أعلم, أن المسيب ذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام وكان موجود عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل, والثلاثة كلهم يا إخوة مخزوميين, كلهم أقارب, وهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الرابع الجد السادس يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمسيب مخزومي, وكذلك عبد الله ابن أبي أمية مخزومي, وكذلك أبو جهل مخزومي, كلهم من قريش ويلتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد السادس. It seems يا إخوة المسيب, the narrator of the hadith رضي الله عنه, was with the Prophet صلى الله عليه وسلم when he visited his uncle and Abdullah ibn Abi Umayyah and Abu Jahl were there. وهم إذ ذاك يا إخوة كفار, يعني المسيب وأبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية في ذلك الوقت ما أدركوا, ما كانوا دخلوا في الإسلام في ذلك الوقت, لكنهم من نفس القبيلة من نفس العشيرة. حتى المسيب نفسه. نعم حتى المسيب في ذلك الوقت, في ذلك الوقت ما كانوا أسلموا. وهذا الكلام يا إخوة متى؟ كما سيبين سيظهر معنا قبل الهجرة, قبل الهجرة. All three of them يا إخوة did not embrace Islam yet. المسيب the narrator, عبد الله بن أبي أمية and أبو جهل. الآن يا إخوة أبو جهل ماذا حصل له؟ قتل. متى أبو جهل يا إخوة؟ على الكفر في معركة بدر, في بدر في السنة الثانية, أول معركة في الإسلام, أول غزوة في الإسلام. طب ماذا حصل لعبد الله بن أبي أمية؟ متى حصل لهذا الرجل؟ ماذا حصل لهذا المخزوم يا إخوة؟ أبو جهل مات على الكفر. طب عبد الله بن, وعرفنا أن المسيب رضي الله عنه أسلم ومات في خلافة أمير المؤمنين عثمان. طب وهذا الرجل عبد الله بن أبي أمية ماذا حصل له يا إخوة؟ تذكرون فتح مكة في السنة الثامنة, جاء مع أبو سفيان رضي الله عنهم وأسلم. فهذا الصحابي, هذا الرجل أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه, أسلم مع أبو سفيان, أسلم مع أبو سفيان يوم فتح مكة رضي الله عنهم. الأمية بن خلف وأجمع. نعم. هل يقرب الأمية بن خلف ولا لا؟ ما أعرف والله, ما أعرف. لكن عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه أسلم يوم فتح مكة رضي الله عنه وأرضاه. إذن أسلم المسيب وأسلم عبد الله, ومات أبو جهل على الكفر. أبو جهل died upon كفر in the battle or expedition of Badr, the first battle in Islam. He died upon كفر. المسيب, we knew that he embraced Islam, and عبد الله ابن أبي أمية, this صحابي رضي الله عنه, embraced Islam with أبو سفيان during the conquest of مكة, the eighth year after Hijrah. So he died رضي الله تعالى عنه وأرضاه from the صحابة, عبد الله ابن أبي أمية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يا إخوة جاءه وقال يا عمه, أو يا عم, وقال يا عم قل لا إله إلا الله, قل لا إله إلا الله. الآن يا إخوة ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لأبو طالب كلمة واحدة,
فقط كلمة واحدة، قال له قل لا إله إلا الله. هذا يدل على ماذا يا إخوة؟ على أنهم كانوا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله. والدليل على هذا الكلام واضح في القرآن يا إخوة. ماذا قال الله في أول سورة صاد يا إخوة؟ في أول صاد ماذا قال الله تعالى؟ نعم أيوة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. فقريش يا إخوة أدركوا معنى لا إله إلا الله، ولذلك لما جمعهم على جبل الصفا ماذا قال لعنه الله أبو جهل؟ قال نعم، قال تبا لك لهذا جمعتنا. عرفوا معنى لا إله إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف أن قريش وعمه أبو طالب يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس كما يعرفه بعض أهل الضلال اليوم. يقول لك لا إله إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا محيي إلا الله. هذا توحيد أبو جهل. أبو جهل يعرف هذا الكلام، هذا الكلام أبو جهل يعرفه، هذا الكلام يعرف أبو جهل. أما حقيقة لا إله إلا الله توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لا معبود بحق إلا الله. فقط طلب منه صلى الله عليه وسلم كلمة، وكان يعرف أنهم يعرفون معناها ومقتضاها ومحتوى هذه الكلمة. The Prophet صلى الله عليه وسلم said, Oh my uncle, say لا إله إلا الله. The Prophet صلى الله عليه وسلم requested from Abu Talib one word, لا إله إلا الله. This shows, يا إخوة, that the people of Quraysh knew what لا إله إلا الله meant. Truly what it meant. And Abu Talib truly knew what it meant. And it had to do with the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala and His worship. That there is no deity worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. They knew what it meant. And we said Allah subhanahu wa ta'ala in the Qur'an clarified this. As we mentioned the ayat in the beginning of Surah Sa'd, maybe the fifth ayah. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا. Quraysh say that this man Muhammad sallallahu alayhi wa sallam has ordered us to abandon all our gods and to stop the worship of all of our gods and worship one alone. This is something that we don't know, because this was not the religion of the forefathers. The religion of the forefathers was worshiping Allah and the idols, seeking nearness to the idols, taking them as shufa'a, mediators. This was the religion of the forefathers. What the Prophet ﷺ was requesting and calling was something that we're not used to. They were not raised upon. Because they changed their fitrah. All the prophets and messengers والسلام, called it the same aqeedah, same creed, same belief system. So the Prophet ﷺ requested from Abu Talib one word. He knew that they, Quraysh and his uncle in particular, knew exactly what this word meant. What la ilaha illallah meant. He said, صلى الله عليه وسلم, قل لا إله إلا الله. وفي ذلك الوقت يا إخوة في مكة الناس قسمين. انتبهوا يا إخوة. الناس في مكة في ذلك الوقت قسمين. إما مسلم موحد وإما مشرك كافر. ما في شيء ثاني. إما الناس في مكة على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، ملة أبونا إبراهيم على التوحيد، وإما على دين آباء كفار. لما هاجروا إلى المدينة يا إخوة ماذا حصل؟ الناس صاروا ماذا؟ صار في ثلاث أصناف. إما موحدين خلص على ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، وإما يهود كفار لأن اليهود كانوا في المدينة، وإما القوم الثالث وهم المنافقون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الناس في المدينة صار فيهم منافقين، وتعرفون القصة. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة أرادوا أن يضعوا عبد الله بن أبي بن سلول ملك على الأوس والخزرج، صحيح؟ قبل ما هاجر صلى الله عليه وسلم بمدة قصيرة، ثم لما هاجر صلى الله عليه وسلم الأوس والخزرج تركوا هذا المجرم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أبي بن سلول لعنه الله قرر أن يكتم هذا الكفر ويظهر الإيمان، أما في قلوبهم ما آمنوا.
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، مجرمون، قالوا لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم ما آمنوا بقلوبهم. هذا دليل يا إخوة على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. In Mecca, يا إخوة, people were two groups. Either they were Muslimin or kuffar. When they migrated to Medina, people were either Muslimin or kuffar or in between, meaning hypocrites. From the outside, they showed iman, but from the inside, they disbelieved. And the story of Abdullah bin Ubay bin Salul was famous. Al-Aws wal-Khazraj, the two tribes of Medina, wanted to put this guy as a king, appoint him as a king upon the people of Medina and Aws wal-Khazraj, everyone. A short time before the Prophet ﷺ migrated. When he migrated, ﷺ, everyone left Abdullah bin Ubay bin Salul and followed the Prophet ﷺ. So this is what upset Abdullah bin Ubay bin Salul. So he decided him and his entourage to conceal their kufr and to show iman. So even though they said la ilaha illallah, but in their hearts they disbelieved. And this shows that iman is the speech of the tongue, the belief of the heart, and the action of the limbs. And there are requirements and conditions for la ilaha illallah. And just saying it does not make a person Muslim. Saying it and making tawaf around the graves, making sujood to the graves, seeking assistance from other than Allah subhanahu wa ta'ala does not make you a Muslim. Because Abdullah bin Ubay bin Salul said la ilaha illallah, prayed in the Masjid al-Nabawi behind the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, gave sadaqah, did that make a Muslim? إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ. They have the lowest level in the hellfire. Because the munafiqeen, ya ikhwa, the hypocrites, are the most dangerous. The kuffar, ya ikhwa, they're very well known. You know them. There's no difference of opinion, huh? But the munafiq, the hypocrite, who claims Islam, but from the other side, he's the one who is stabbing Islam and the Muslimin, is the most dangerous. The most dangerous. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. Whenever they meet the people of Iman, they say, we believe. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ شَيَاطِينِهِمْ Allah قال عنهم قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. But if they go back to their shayateen, they say, we're with you. We're upon what you're upon. قال صلى الله عليه وسلم كلمة أحاج لك بها عند الله. قل هذه الكلمة أشفع لك أحاج لك عند الله تعالى يوم القيامة. بس قل هذه الكلمة. وهذا فيه ماذا يا إخوة؟ على أن الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. إذا ختم لك بالتوحيد قلتها وأنت عالم بمعناها، موقن بها في قلبك، صادق، تدخل الجنة بإذن الله تعالى. He said صلى الله عليه وسلم to Abu Talib, it is a word, one word. I will seek intercession for you before Allah subhanahu wa ta'ala. Just say this word. We said this statement by the Prophet صلى الله عليه وسلم proves what, ya ikhwa? That what really counts from the righteous good deeds is what you die upon towards the end. The last of your actions and deeds, that's what really counts. If Abu Talib, if a person, ya ikhwa, who never did any, he never prayed one rak'ah, not one rak'ah. But before he died, he said the testification of Islam, he said the shahada, knowing the meaning of it, sincerely believing in it in his heart, and whatever he says is exactly in his heart, he will die as a Muslim and he will go to Jannah. Al-A'mal bil-Khawateem, ya Ikhwa. Al-A'mal bil-Khawateem. ليس الشأن أن تكون صالح وعابد وزاهد وذهبت الحج ثم بعد الحج وبآخر سنوات حياتك فتحت لي مخمرة وبدأت تتعامل بالربا وتبيع الحرام وقطعت الصلاة، هذا لا ينفع. الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. What really counts, يا إخوة, is what you die upon. The last of the actions and the deeds, the righteous good deeds towards the end. It is not sufficient that a person goes to Hajj and is righteous, but the last few years of his life,
He opens a bar. He deals with riba. He stops praying. This is not how it is, ya ikhwan. This is not sufficient. One should do righteous good deeds towards the end of his life and die upon that. If he can work and do righteous good deeds from the beginning, alhamdulillah. But he must die upon that. Al-a'mal bil khawateen. قال أحاج لك بها عند الله. كلمة واحدة قولها. أقف أمام الله تبارك وتعالى. تقف حجة هذه الكلمة لك. This word will be a proof and evidence for you before Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment. Just say it. And Abu Talib, as we mentioned, ya ikhwan, knew exactly what it meant. And Quraysh in general knew exactly what it meant. To abandon the worship of the idols and to worship sincerely and exclusively Allah subhanahu wa ta'ala alone. فَقَالَ لَهُ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ. يا أبو طالب, تترك دين عبد المطلب, دين الآباء, وتمشي مع هذا الكلام؟ تترك دين الآباء, أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه يا إخوة الحجة الملعونة التي يستخدمها الشعوب والأقوام مع أنبيائهم. قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وموسى ماذا قال لفرعون؟ قال فما بال القرون الأولى. قل أباءنا والأجداد والناس اللي كان كلهم خطأ, هذول كلهم هذول على ضلال, كلهم على باطل. وهذا فيه بيان ماذا يا إخوة؟ خطورة الرفيق السيء والصاحب السيء. شوف, خذلوه عند الموت, خذلوه. يقول لهم صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله, وهم ماذا يقولوا؟ مت على دين الآباء, مت على دين عبد المطلب, دين الآباء الذي تربيت عليه. خذلوه عند الموت. قال صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا, لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الرفيق الصالح هو الذي ينفع, والرفيق السيء نافخ الكير. إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا نتنة منتنة. الرفيق السيء. They both said after the Prophet sallallahu alaihi wasallam encouraged him to say la ilaha illallah, both of them said, do you abandon the religion of Abd al-Muttalib, meaning the religion of the forefathers? We said this is the doubt that all the nations used to say to their prophets and messengers, that how can we follow you and abandon the religion of the forefathers, deen al-aba. Fir'aun said to Musa alayhi salam fama bal al-qurun al-ula. All of the nations, ikhwa, said to the messengers and prophets of Allah sallallahu alayhi wa sallam, that what? How can we follow you and abandon the religion of the forefathers, what we were raised upon? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا. واليوم الناس نفس الشيء, بعض المسلمين تقول يا أخي هذه السنة, يقول لك والله أبوي ما رباني على هذا الكلام. ما شاء الله, كلام أبوك وحي. تقول يا أخي هذه من البدع والضلال, إيش مولد نبوي, إيش الكلام فاضي, مثل النصارى إحنا, إيش مولد نبوي؟ قال لك والله يا شيخ في الحارة عندنا كنا نعملها. يعني هسه فعل الحارة حجة على الله؟ تقول له يا شيخ هذا دين الله, هذه السنن, هذه الأوامر. يقول لك والله كذا. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. This is so dangerous, يا إخوة. Some of the Muslims today, you say to them, this is the sunnah, this is the bid'ah. They say, but we were not raised this way. People back home, our village, my father, my grandfather, they didn't do this. The deen, ya ikhwa, is what Allah subhanahu wa ta'ala says. What his messenger sallallahu alayhi wa sallam says. This is the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. Not what the tribe says or the sheikh says or what the people back home do. That's not the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. They
look, ya ikhwa, they said to him, are you going to abandon the religion of the forefathers? We said, this shows, ya ikhwa, how dangerous it is to have bad friends. How dangerous it is, ya ikhwa, to have companions who are evil. That's why the Prophet ﷺ said that a person is upon the religion of his companion. So be choosy. Make sure that you have friends and companions who are righteous. Look, ya ikhwa, when he needed them the most, Abu Talib, instead of guiding him to the haqq, to the straight path, they guided him to Jahannam. Wal'iyadu billah. قال نرجع بس السؤال الله يجزيك الخير بس دقائق. قال فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد أعاد عليه صلى الله عليه وسلم قال له قل لا إله إلا الله يا عماه قل لا إله إلا الله أعاد الكلمة هذه عليه بعد ما قال فهم أعادوا نفس الكلام قالوا له ماذا تموت أترغب عن ملة عبد المطلب شوف كيف the prophet صلى الله عليه وسلم repeated saying to him Oh my uncle, say la ilaha illallah. Say the shahada, say la ilaha illallah. As he repeated, they repeated as well. They said the same thing. Will you leave and abandon the religion of Abd al-Muttalib, the religion of the forefathers? وَهُمْ يَا إِخْوَةَ them not هُمْ فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ لما قال صلى الله عليه وسلم أعاد عليه وهم أعادوا والله هم ما جحدوا هذه الكلمة إلا استكبارا استكبارا يا إخوة كما قال الله تبارك وتعالى وجحدوا بها جحدوا بلا إله إلا الله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا من الداخل فرعون لذلك عند الغرق مجرم قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وجحدوا بها في الظاهر واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا استكبار وقال الله تبارك وتعالى في الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون استكبار The reason يا إخوة why they denied saying لا إله إلا الله at that moment and Quraysh in general is arrogance. Arrogance. Deep inside they knew. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. They knew he was the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم. But the reason they refused was arrogance. Pride. Just like Fir'aun. Inside he knew. He knew that Musa عليه السلام was a messenger. Allah sent with him 9 miracles. There's no chance that Musa alayhi salam is a magician or a liar. Musa was the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam. It was just arrogance, pride. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. طبعا يا إخوة الذي يظهر أن أبو طالب قال ماذا؟ أنا على ملة عبد المطلب. لكن أحد الرواة قال هو استقباحا لهذه اللفظة أن يقول أنا وهذه من الأمور الحسنة كما ذكر عليها ذكر هذا الكلام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري He said رضي الله عنه that the last thing Abu Talib said the last thing that he died upon or he is upon the religion of Abd al-Muttalib and he refused to say لا إله إلا الله the shahada and the testification we said It seems that Abu Talib said that I am upon the religion of Abd al-Muttalib. But one of the sub-narrators said he is because he didn't want to say that he was. And that it is something that you know he did not want to claim for himself. And Ibn al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala in his book Fath al-Bari, he said this is something that is nice and recommended what he did. And he refused to say لا إله إلا الله وهذا فيه رد يا إخوة على من زعم أن أبو طالب ماذا أسلم ولمات على الإسلام كما تقوله الرافضة ومن نحى نحوهم ممن يدعون الإسلام نعم
هذا فيه رد على من زعم أن أبو طالب أسلم، وفي الحقيقة يا إخوة أبو طالب مات على الكفر، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. وآخر ما قاله كما ذكر الصحابي رضي الله عنه هو على ملة عبد المطلب، على ملة الآباء، على الكفر والشرك، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. This hadith, the last statement, يا إخوة, testifies that Abu Talib died upon kufr and that he did not embrace Islam. And this refutes the statements of the Rafida and whoever claims to be from Islam and the Muslimin who claim that Abu Talib died upon Islam. مؤمن قريش سموه. الرافضة تسمي أبو طالب مؤمن قريش، بل هو كافر قريش. So this hadith refutes that statement that he died upon Islam or he embraced Islam. Rather, the last thing he said was that he was upon the religion of Abd al-Muttalib, the deen, the religion of the forefathers. So this refutes the statement that he died as a Muslim or that he embraced Islam. يخو في حكم عظيمة في عدم هداية أبو طالب، في حكمة عظيمة من عدم هداية أبي طالب، ما أراد الله تبارك وتعالى له الهداية. There is wisdom يخو in that Allah سبحانه وتعالى did not guide أبو طالب to Islam. From that يخو أبو زيان. What is the wisdom, ya ikhwa? What do you think the wisdom is behind that? Allah subhanahu wa ta'ala did not guide Abu Talib. في حكمة يا إخوة أن الله تبارك وتعالى ما هدى أبو طالب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد واجتهد في هدايته، صحيح، لكن ما هداه الله تعالى، ما وفقه، ما هداه هداية التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، خير من مشى على الأرض، أفضل الخلق على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، ليس بيده الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، ويهدي من؟ ليس جاره بل عمه صلى الله عليه وسلم، أبو طالب الذي دافع عنه وحماه رباه كان يحبه، ما استطاع أن يهديه، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. وهذا في ردع القبوريين والمتصوفة ومن نحى نحوهم، قل لك الولي هذا يهدي المريدين ويقذف في قلوبهم الهداية ويرفع درجاتهم ويعطيهم النور ويعطيهم كل كلام باطل. الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. From حكمة، حكمة. إيش هذا؟ غاني؟ طيب، the wisdom يا إخوة that the Prophet صلى الله عليه وسلم the best of creation صلى الله عليه وسلم could not guide his uncle whom he loved, who protected him, who raised him, helped raise him. He wanted him to be guided, but he was not. And this shows that guidance is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. That specific guidance is within the hands of Allah subhanahu wa ta'ala, exclusively. Should we say that Allah did not guide him because he did not seek his guidance? لكن هو اجتهد صلى الله عليه وسلم وأخذ بالأسباب. ما وفق. هذا هو الذي يقال، ما وفق للهداية، ما أراد الله له ذلك. الله سبحانه وتعالى يا إخوة did not guide him, did not will. Even though the Prophet صلى الله عليه وسلم did everything he could to guide his uncle صلى الله عليه وسلم, but Allah سبحانه وتعالى did not guide him. And this refutes يا إخوة what the متصوفة and the people of who are upon يعني shirk and the likes of this who claim that their students, they can guide them, they can put iman in their hearts and they can elevate them, their murideen and their students. All of this is nonsense. The guidance is within the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam himself could not guide his uncle whom he loved. وابو طالب متى مات يا إخوة؟
قبل البعثة بما قبل الهجرة بما بكم سنة تقريبا؟ سنة. السنة العاشرة للبعثة قبل الهجرة إلى المدينة تقريبا بثلاث سنوات. ونفس العام يا إخوة الذي توفي فيه أبو طالب توفى الله من؟ أم المؤمنين خديجة بنت خويلد. ماتت بعد أبو طالب بكم؟ ثمان أيام. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم لأن كان يحب أم المؤمنين خديجة، ساندته، ساعدته في أول الدعوة، آزرته رضي الله عنها وأرضاها. ماتت بعد أبو طالب بثمان أيام في العام العاشر للبعثة قبل الهجرة إلى المدينة ثلاث سنوات أو أقل بقليل. أبو طالب إخوة died the 10th year after al-bi'tha, after he was given prophecy sallallahu alayhi wa sallam. So 3 years or a little less than 3 years before he migrated to Medina. 8 days after the death of his uncle, the mother of the believers, Khadija radiallahu anha, died. And he was very saddened sallallahu alayhi wa sallam because he loved her so much, because she supported him. She supported him radiallahu anha. She supported him sallallahu alayhi wa sallam, especially in the beginning of the da'wah. When it was very difficult and very tough, she was there for him. Radiallahu anha wa arda. She died 8 days after Abu Talib, his uncle, whom he loved because he protected him, he helped raise him, and he really, really wanted him to be guided. Sallallahu alayhi wa sallam. Al-hadith ya ikhwa fihi bayan خطورة تعظيم الأسلاف والآباء إن كانوا على ضلال وإن كانوا على شرك وإن كانوا على كفر. لأن هذا التعظيم يا إخوة التعظيم هذا يؤدي إلى ماذا يا إخوة؟ إلى اتباعهم الاتباع الأعمى. يعني تخيلوا يا إخوة أبو طالب يعرف معنى لا إله إلا الله، وصناديد قريش يعرفوا معنى لا إله إلا الله، لكن من شدة تعظيمهم لآبائهم من شدة تعظيمهم لآبائهم ما استطاعوا ترك هذا الكفر الذي كانوا عليه واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النور والحق والهداية والتوحيد. The hadith shows يا إخوة the danger of glorifying one's predecessors, especially if they were upon kufr or upon shirk. You see يا إخوة أبو طالب and many of Quraysh, the leaders of Quraysh, the heads of the tribes of Quraysh, they knew what La ilaha illallah was. They knew the religion of Tawheed, the creed, the pure deen of Allah subhanahu wa ta'ala. They knew exactly what it meant. But they respected the religion so much so, or their tribe and their aslaf, their predecessors, their forefathers, so much so that they followed them blindly and would not accept Tawheed. So it shows the ikhwah the danger of glorifying the forefathers, especially if they were upon kufr and if they were upon shirk. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. He said, sallallahu alayhi wa sallam, that I will seek forgiveness for you, make istighfar for you, as long as Allah subhanahu wa ta'ala does not forbid me from doing so. Allah subhanahu wa ta'ala revealed the ayah in Surah At-Tawbah, ayah number 113, مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ. It was not for the messenger. It was not for the prophet, sallallahu alayhi wa sallam, وَالَّذِينَ آمَنُوا, and the believers, أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ, to seek forgiveness for the pagans, the mushrikeen, وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى, even if they were kinship, even if they were relatives, they were not to seek forgiveness for them, to make istighfar for them. لأن الذي يموت على الكفر يا إخوة عقيدة أهل السنة وعقيدة المسلمين أنه يخلد في نار جهنم إلى أبد الآباد. الذين يموتون على الكفر والشرك يا إخوة يدخلون نار جهنم خالدين فيها أبدا. Because the belief and the creed of Ahlul Islam and Ahlul Sunnah is that if a person dies upon shirk, polytheism, he will dwell into the hellfire for eternity.
That's why Allah subhanahu wa ta'ala forbade the Messenger sallallahu alayhi wa sallam and the mu'mineen from seeking forgiveness for the mushrikeen, those who die upon shirk, even if they were kinship, even if they were relatives and close ones. Look at Ibrahim alayhi salam. He was hoping his father Azar would abandon the idols and follow him. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْ. وهذا يا إخوة من شروط لا إله إلا الله الكفر بالطاغوت، الكفر بكل ما يعبد من دون الله تعالى. قال الله في الآية التي بعد آية الكرسي: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بأصل الدين، استمسك بلا إله إلا الله، استمسك بالتوحيد. الطاغوت كل ما عبد من دون الله، فمن يكفر بالطاغوت. لذلك يا إخوي يظهر لنا خطورة الانترفيث، إنه اليهودي والنصراني والبوذي والذي يعبد الحجر والذي يعبد الشجر كلنا على خير، كلنا أولاد آدم، أخوة في الإنسانية، هذا يقول هذا الكلام، أخوة في البشرية، هذا كلام باطل. إنما المؤمنون، إنما أداة حصر، إنما المؤمنون إخوة، أهل التوحيد عربا وعجبا هم الإخوة، والنصراني ليس أخا لي، والذي يعبد الحجر والذي يعبد عزير ليس أخا لي، إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. يا إخوة، the religion of Allah subhanahu wa ta'ala, the creed and belief system of Islam is pure, ya ikhwan. No deity is worthy of worship except Allah subhanahu wa ta'ala. We mentioned the story of Ibrahim alayhi salam. Similarly, ya ikhwan, he was hoping his father Azar would embrace tawheed and abandon the idols, but he did not. And when he realized that Ibrahim alayhi salam, he freed himself from him. He freed himself from his father. And the other ayah in Surah Al-Mumtahana, very similar to it. From the conditions of La ilaha illallah, ya ikhwa, is that a person disbelieves in anything and everything that is worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala. Al-kufr bil-taghut. Anything that is worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala. That is the eighth condition and requirement of La ilaha illallah. To fulfill La ilaha illallah, one has to disbelieve in anything that is worshipped with Allah subhanahu wa ta'ala. And that's why Allah subhanahu wa ta'ala revealed this ayah that is general. Ayah number 113 in Surah At-Tawbah. مَا كَانَ لِلنَّبِي. هذه آية عامة. مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى. This ayah is general. Allah subhanahu wa ta'ala forbade the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and the mu'mineen, the believers, from seeking forgiveness for the non-Muslims, for the pagans, even if they were kinship, even if they were relatives, even if they were close. تفضل. النصرانية قصدك؟ النصرانية ما غزت شبه الجزيرة العربية. ما دخلوا بالنصرانية. شبه الجزيرة العربية ما دخلت بالنصرانية. إلا في نجران. كيف ما فهمت سؤالك يعني؟ نعم. رسالة الرسول. ايوه لكن فيك النصراني ما كان يؤمن بالنصراني ولا بالله. الحديث اللي في البخاري القوم الذين جاءوا من نجران كيف كان في الجزيره نصارى؟ اليمن فيها نصارى كان يهودي. نعم لكن هو يتكلم عن النصرانيه، النصرانيه في اليمن وفي نجران كيف؟ نعم نعم لا هو يتكلم عن الجزيره، عن الجزيره نعم نعم الجزيره كان فيها نصارى في نجران وفي اليمن. إنك تأتي قوما أهل كتاب، قال لمعاذ لأبو موسى لما راحوا اليمن، أن اليمن كان فيها يهود ونصارى، اليمن كان فيها ونجران. جاءه النفر النصارى من نجران صلى الله عليه وسلم يسألوا عن الدين،
حديث في البخاري. هل يلعن أبو طالب عندما يذكر مثلا أو لا؟ هم ما ذكروا لعنه لكنه مشرك ومات على الكفر، ومن جزم ومن مات على الكفر يا إخوة يعني يلعن. وقلنا هذه المسألة يا إخوة، الذي لم يمت على ما زال حي ولو كان أكفر الكفار فإنه لا يلعن، لأن اللعن الطرد من رحمة الله تعالى، والإنسان ما دام على قيد الحياة بإمكانه أن يرجع. وكم من أناس يا إخوة كانوا كفار كبار وقد هداهم الله تبارك وتعالى إلى التوحيد، فلو كان الإنسان اليوم مجرم وكبير المجرمين لكنه ما زال على قيد الحياة فإنه لا يلعن، لأنه قد يرجع، وما ذلك على الله بعزيز وتذكرون يا أخوة في السنوات الماضية هذا المخرج الدنماركي ولا الهولندي اللي عمل الفيلم المسيء، شوف كيف وجع مع الشيخ عبد الرحمن السديس ويعني هدا، نعم وهداه الله تعالى وأسلم، شوف عمل يعني فاحشة والله يعني لو في دولة إسلامية وحكم إسلامي وكذا يعني أمر يعني هذا الرجل لو تمكنوا يعني منه كذا، لكن شوف سبحان الله كيف الله تبارك وتعالى هداه. ها إنك لا تهدي من أحد، نعم، لكن ما دام الإنسان يتنفس ما زال الإنسان على قيد الحياة، الإنسان ما يعرف يا أخوة، ما أحد يعلم الغيب، صحيح ما أحد يعلم الغيب. نعم نعم، يعني هذا الرجل يا إخوة الهولندي هذا يعني كلامه عجيب، كان في قبل وأفلام وضد المسلمين، شوف سبحان الله كيف الله هداه، وما ذلك على الله بعزيز. وذكرنا قصة الرجل الألماني أو الأوروبي ناهز التسعين، تسعين سنة على الكفر، هداه الله تبارك وتعالى إلى التوحيد في فترة قريبة جدا، كان عمره 92 سنة أسلم، 92 سنة، الله أكبر، 92 سنة أسلم. من هو هذا؟ رجل ألماني، والله ما بعرف، عمره 92 يعني تقول له عقله هذا مش معاه ولا مخرفا ولا كذا، لكن هداه الله 92 عمره، يعني كيف الله هداه 92؟ فقصدي يا إخوة وما ذلك على الله بعزيز، الصحابة رضي الله عنهم منهم من كان يهودي، منهم من كان نصراني، منهم من كان من مشركي العرب يعبد حجارة يا إخوة، يعبد أصنام من تمر، جاء أكله أكل ربه، صحيح ولا لا؟ هداهم الله للتوحيد. فالإسلام الإنسان يا إخوة ما دام على قيد الحياة قد يرجع والله أعلم. لكن الحديث هذا عظيم يا إخوة، حديث والقصة هذه قصة عظيمة، في قصة أبو طالب وتحريم الاستغفار للمشركين، هذه آخر شيء في الباب، لا يجوز استغفار المشركين يا إخوة ولو كانوا أولي قربة، لا يجوز الاستغفار لهم، لأن الذي يموت على الشرك والكفر فإنه يموت خالدا مخلدا. That's point in the hadith, إخوة, is that it is forbidden and not permissible for a person to seek forgiveness for a person who died upon kufr and died upon shirk. It is not permissible because the person who dies upon shirk will dwell into the hellfire for eternity and he will not escape it. نعم، هو لا شك في كان يعني في أمور كثيرة، في استكبار، في غير الاستكبار، في يعني قد يكون فيها أموال، قد نعم لا شك. أخذناه في الدرس الماضي إنه نعم، أخذناه في الدرس الماضي قلنا الشفاعة السادسة شفاعته لأبي طالب، والحديث صحيح، قال أنه يؤتى يوضع له جمرتان في قدميه يغلي منهما دماغه، ويظن أبو طالب يظن أنه أشد الناس عذابا وهو في الحقيقة أخف الناس عذابا. هذه الشفاعة التي نالت أبو طالب في تخفيف العذاب، جمرتان
في قدميه يغلي منهما دماغه، وهو يظن أنه أشد الناس عذابا، وهو في هذا الغليان والعذاب إلى أبد الآباد، وهو يظن أبو طالب أنه ماذا أشد الناس عذابا، وفي الحقيقة أبو طالب أخف الناس عذابا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. As we took the last hadith, يا إخوة, or last week, we mentioned that the Prophet صلى الله عليه وسلم did seek intercession for his uncle Abu Talib, and Allah subhanahu wa ta'ala decreased his punishment, that there are two coals in his feet that they are so hot, so much so that his brain boils from it. Abu Talib thinks that he has it the lightest, or he has it the most severe, right? When in fact, he has it the lightest punishment. And this goes on and on, ya ikhwa, for eternity. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ صَلَّى تَبَارَكُ وَتَعَالَى يَا إِخْوَةَ أَنْ يُوَفِّقَنَا وَإِيَّاكُمْ لِكُلِّ خَيْرٍ من يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم. أسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتني وإياكم على التوحيد والسنة حتى نلقاه. أسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم، صلى الله وسلم.